سلام عليك. هذه تدرس يعني. معنا الامهات ما يحبون انهم يستخدمون الزعفران، هو لانه غالي عشان كذي. احلى فقره بالنسبه لي برمضان هو الحلو. انا واحده اموت على شيء اسمه حلو، واليوم بنسوي لكم طبق حلى عجيب تقدرون ان انتم تستمتعون فيه بعد الفطور مع الشاي او القهوه. ومعاي جنى الغنيم هي اللي بتسوي لنا هذا الطبق. اهلا جنى. هلا فيك. هلا شلونك؟ شنو بتسوي لنا اليوم؟ راح نسوي بريد بودينج. الحلو بهالطبق انه وايد وايد لذيذ، وبنفس الوقت حده بسيط وسهل، وتقدرون تسوونه بالنكهه اللي تحبونها. يعني انا الحين عشان رمضان راح اسويه بالزعفران والهيل. بس جد جد انصح الكل يجربه لانه صج لذيذ وسهل. عجيب. قولي لي شنو المقادير اللي عندنا؟ الحين عاد اخذيني بالخطوات. اوكي، الحين نبي نقصص الخبز. والحلو بهالطبق انه تقدرون تسوونه قبل فتره، يعني تسوونه مثلا الصبح بالنهار او حتى بالليل، تجهزونه وما تخبزونه بالفرن. بعدين مثلا عقب الفطور على طول، هو ياخذ نص ساعه بالفرن، تحطونه بالفرن او وقت الفطور. يعني وايد حلو، وايد حلو، سهل سهل يعني صدق. يعني انا احب هذا النوع من الاطباق اللي سهل وسريع وبنفس الوقت الكل يحبه. اي وايد لذيذ، يعني مو اللي مختصرين الخطوات كذي، لا هو كذي بطريقته بسيط. يعني البريد بودينج اوكي. الحين تقريبا خلصنا اهم جزء اللي هو تقصص، هذا ياخذ اكثر وقت. نحطه بالطبق نفسه، نحطه هنا بهذا الطبق، هو نفسه اللي راح نخبز فيه. تمام اوكي، خلصنا. الحين نجهز الخليط اللي راح نحطه فوق التوست. تمام، هذا عندنا اوكي طاستنا الكبيره. شنو تحتاجين؟ نحط الكريم اول شيء. كل الكميه؟ كله كوب ونص هذا. اوكي، بعدين نحط البيض. اهم شيء القشور. راح نحط شوية فانيلا عشان البيض. اوكي، اخلطها شوي. هنحط الزعفران. كل الكمية؟ كل الكمية، لان هو حلاته تبين نكهة. صح. الزعفران بس حق الحلويات لازم الواحد يزيد عشان. صح. يبين حتى الطعم والريحة والريحة. واللون هم حلو لونه. انزين، الحين نحط السكر. البراون شوغر البراون شوغر ايه. طبعاً ممكن بالإيد كذي أو بخلاط عادي، يعني ما يأثر. الحين بنحط رشة ملح وشوية هيل، أحس كذي كافي، يمكن بعد شوي عشان رمضان طبق رمضاني يعني لازم. أوكي، نكثر من الهيل ورشة ملح، رشة يعني نتفة. يعني أنا ترى أخاف من الملح. أوكي. أنا كذي كذي ولا يصير كيكة مالحة؟ إي صح، لا بس رشة نتفة. اوكي، الحين كذي جهز معنا؟ جهز. تمام، نحطه على الخبز اللي قصيناه. يلا هني بالخبز هني. اوكي، نشيل هذا. اوكي، قاعد اوزع لك اياهم. اي صح شوي. صح، انا عندي المقطع المفضل بالفطور الحلو. انا كذي صح، كذي انطره نطره الصراحه. اوكي، الحين يعني يفضل ان مثلا ناخذ شوكه قفشه كذي، نتاكد ان كل شيء حاشه متغمس عدل، وهم نطره قبل لا تحطونه بالفرن، نطره كذي 20 دقيقه يتشرب عدل. مو على طول ينحط بالفرن، ومثل ما قلت لكم تقدرون تحضرونه يعني مثلا قبلها بيوم، مثلا بالليل او بالنهار عادي، يعني ما يضره. تغطونه وتحطونه بالثلاجه. اوكي، الحين انا سخنت الفرن على 175 درجه. راح احطه بالفرن تقريبا 30 دقيقه 35 دقيقه ويصير الطبق جاهز. عجيب. تمام، على ما تحطينه بالفرن، يعني يا جماعه ماكو اسهل من كذي، حلو سريع تقدرون تسوونه وتستمتعون فيه بعد الفطور. انا اقول على ما يجهز
نروح إلى فقرة التذوق. يا سلام على ريحة المكان، إيش كثر صارت ريحة خنينة تينن مع الزعفران والهيل. شيء يعني صدق من الريحة نعرف إن هذا طبق رمضاني. صح. إيه. عشان شيء لازم نجرب. الله، في بعضهم محمشين. إيه، محمش من فوق شوية ومن تحت لحين في صوص. إيه، وايد حلو. هذا يا جماعة من الأطباق السهلة والحلو السريع اللي تقدرون انكم تسوونه حق بعد الفطور. غير كذي هم تقدرون ان انتم تاخذونه لزوارة. صح. كل المقادير اللي استخدمناها اليوم تلاقونها في ابلكيشن راحة اللي يسهل حياتكم ويوصل عندكم كل شيء للبيت. الحين وقت التجربة. Moment of truth. هذه هي. عجيب صح؟ وايد لذيذ. وايد لذيذ. هذا من الأطباق المفضلة عندي صراحة. سعيدة جدا. ليش؟ لأن أنا أموت على الحلو. وايد أموت على الحلو. هذا بالنسبة لي لا، اليوم برد البيت بسوي. وايد لذيذ. والحلو نفس ما قلت لك تسوينه بالنكهة اللي تحبينها. الحين عشان رمضان فحاطين زعفران وهيل وكذي. Thank you جنى. بالعافية.